دوك نروحوا للعالم واحد اخر اللي هو عالم المانغا. بالك تعرفوه اسم جن، لكن لا فيرسيون هامليك لا فيرسيون انجليز تاعو اسمه باتل انجل اليتا. دونك يوكيتي كيشيرو هو اللي كتب هاد المانغا حتى في لي ديبي 2000، وين سمعنا واحد الشخص بالك ما تعرفوش اسمه جيمس كاميرون ريزالفا الحقوق ليه في 2006 7. بدينا نسمعوا باللي سي بون هذا البروجي حبس على جال بروجي واحد اخر اللي اسمه بروجي 880 بروجي 808 اللي كان افاتار. المنتجين تاع افاتار جون وجيمس كاميرون حبوا يديروا الادابتاسيون، جابوا روبرت رودريغيز ديدار سين سيتي ما كانش اسمه باتل انجل اليتا، سموه اليتا باتل انجل باش يديروا سيكولز في المستقبل اليتا كيك شوز. فيلم يعني صرفوا عليه 200 حاجه مليون دولار، بوكس اوفيس 400 وحاجه مليون دولار، كان 20 سنتري سوكس ما كانوش يستناو هذا الشيفر.